السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة الإبداع، دائما معكم أحمد علي من القناة. لو أنت لسه أول مرة تشوف الفيديوهات، يا ريت تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وبالنسبة للناس اللي برضو المشتركين معنا في القناة وبس مش معانا على الجروب، يا ريت تنضم للجروب الخاص بالقناة، عشان هو ده اللي هينزل عليه الفيديوهات، عشان ما نقعدش ندور عليها في الجروبات. بندخل على، طبعا سايب لكم في الرابط المختصرة، بنبدأ ندخل على كلمة جروب ونعمل انضمام للجروب، عشان ما نقعدش بقى كل شوية ننزل في الجروبات ونقعد ندور على الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنا شرحنا المحاضرة في الحلقة الأولى، شرح المقدمة اللي هي كانت أنواع المراجعة وأنواع المراجعين، وطبعا ده في الفيديو السابق. اللي لسه أول مرة يشوف الفيديوهات، يا ريت تشوف الفيديو الأول، عشان طبعا سلسلة رابطة ببعضها. وبالنسبة لمادة إدارة الأعمال الدولية، تم شرح المحاضرة الأولى واللي هي برضو موجودة على القناة. تمام، نجيب مع بعض كده بقى صفحة 17 عشان نبدأ ندخل في الفصل الأول. تمام، معانا في الفصل الأول بعض الأجزاء كده، يعني إيه معانا بالظبط؟ في الفصل دي، الفصل الأول، نص الفصل الأول، يعني لأن النص الفصل الأول اللي اتاخد، ثلاث أسئلة بالظبط هنجاوب عليهم. تمام، اللي هو تعريف المراجعة، أنواع التقارير، معايير المراجعة، وبكده يكون نص الفصل الأول خلص. يبقى نص الفصل الأول بيتلخص في ثلاث أسئلة جماعة، يعني ده الملخص المفيد بمعنى صح. تمام، زي المحاضرة بالظبط إن شاء الله. أول حاجة تعريف المراجعة، هنجيب بقى صفحة 17 كده من فوق ونتابع مع بعض الدنيا ماشية إزاي واحدة واحدة. تعريف المراجعة لوحده يعني نقول واخد له مثلا حوالي أربع صفح وهكذا يعني. طيب، تعريف المراجعة، المراجعة هي عملية فحص، يعني اللي بيجي يراجع بيبدأ يفحص. بيفحص إيه؟ بيفحص فواتير، بيفحص مستندات، بيفحص قوائم إلى ذلك. تمام، يبقى المراجعة هي عملية فحص. فحص الإيه؟ فحص للقوائم المالية التي أعدتها الشركة. يبقى المراجعة هي عملية فحص القوائم المالية التي أعدتها الشركة. طيب، من هنا، من التعريف ديت، بيقول لك القوائم المالية التي أعدتها الشركة، يبقى مسؤولية إعداد القوائم بتقع على عاتق مين؟ بتقع على عاتق الإدارة، أو بتقع على عاتق الإدارة لدى الشركة. من الجهة المختصة بالقوائم المالية؟ يبقى قسم المحاسبة لدى الشركة. يبقى من التعريف نبدأ كده نطلع المعلومات واحدة واحدة. القوائم المالية اللي بتعدها الشركة، مين اللي مسؤول عن إعدادها؟ قسم المحاسبة أو قسم الإدارة بتاعة الشركة. تمام، يبقى المراجعة هي عملية فحص. اللي بيجي يراجع من بره بيراجع إيه؟ القوائم المالية اللي عدتها الشركة. يبقى زي ما قلنا، يقع عاتق إعداد القوائم المالية على مين؟ على مسؤولية الإدارة لدى أو الشركة. تمام؟ تمام. من قبل شخص أو أكثر، من قبل شخص أو أكثر ديت بتعود على المراجعة. يبقى المراجعة هي عملية فحص القوائم المالية التي عدتها الشركة من قبل شخص أو أكثر. يبقى شخص أو أكثر هم اللي بيقوموا بعملية المراجعة. الأشخاص دول مؤهلين تأهيل كافي لعملية المراجعة، وعندهم استقلال كافي عن الإدارة، يعني بمعنى صح ما لهمش علاقة بالإدارة. لتقرير ما هذا، كانت القوائم تظهر بعدل المركز المالي للشركة أم لا، كما هو عليه في نهاية الفترة محل المراجعة. وفي كلمة في هنا، في ستوب عايزين نقف عندها. طيب، في بتيجي على قائمة المركز المالي بالتحديد زي ما ذكر لك في اللي قبليه. طيب، أما يقول لك كلمة في، يبقى في المركز المالي، يعني أنت بتقيس أو في زمن محدد، في نقطة محددة، بتقول في 31/12/2018 وهكذا. تمام، طيب لو قال لك عن ديت، بتكون عن الفترة محل الدراسة، وديت موضح سؤال يا جماعة، في تابعة للمركز المالي، يعني لما تيجي تعمل قائمة مركز مالي بتقول في
مثلا 21/12، لما تيجي بقى تعمل قائمة دخل بتقول عن الفترة إيراداتك ومصروفاتك عن الفترة. نركز الحتة ديت لأنها اتشرحت يا جماعة. تمام. نيجي بقى إيه للتعريف والشرح بتاعه. قلنا عملية في الصفحة برضو، عملية فحص، قلنا عملية الفحص بيتحقق من صحة العناصر وهكذا. القوائم المالية، مسؤولية إعداد القوائم المالية على مين؟ على الشركة. تمام، يبقى احنا كده معانا في 1 و2 وعملية فحص وقوائم المالية. نبدأ بقى ندخل ايه القوائم المالية اللي بيتم نشرها. القوائم المالية اللي بيتم نشرها جماعة هم 4 قوائم: قائمة المركز المالي، قائمة الدخل او قائمة العمليات، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية. ندور عليهم في 7-8 قوائم دول ونكون عارفينهم، لان هم دول 4 قوائم اللي بيتم نشرهم. تمام. طيب، من قبل شخص او اكثر، عايزين نعرف نفرق من قبل شخص يعني ايه ومن قبل اكثر يعني ايه. تمام، من قبل شخص يعني ممكن من قبل المراجع عموما بتتم عن طريق مكاتب محاسبه ومراجعه. تمام، او اسمهم محاسب قانوني او مدقق او مراجع، حسب بقى ايه الاسم اللي بيطلقه المكتب. تمام. عملية المراجعة ممكن تكون من قبل شخص، يعني ممكن يكون محاسب قانوني واحد، فرد واحد بس عنده منشأة فردية شغال لوحده. تمام، يبقى كده مراجعة فردية. طيب، لو مكتب المراجعة في شكل شركات أشخاص، يعني مثلا أنا وحضرتك وكمان 2-3 خريجين كلية تجارة عملنا مكتب محاسبة وإحنا محاسبين قانونيين مع بعض وفي ناس معانا، يبقى احنا كده في شكل شركة أشخاص، يبقى احنا كلنا بننزل نعمل عملية المراجعة. تمام، يبقى احنا كده في شكل شركة أشخاص. عرفنا او اكثر دي يعني ايه. تمام. 4، مؤهل تأهيلا كافيا. الشخص المراجع مؤهل تأهيلا كافيا يعني ايه؟ اول حاجة بقى الحاجات اللي ايه اللي بيتم، هي لها شقين، شق عملي وشق علمي. نبدأ بالعلمي. العلمي اول حاجة قال لك يكون خريج كل احد كليات التجارة او المعاهد، بيكون ايه قسم محاسبة. ده ممكن يكون سؤال في الامتحان يا جماعة، ما تستغربوش، لازم يكون قسم محاسبة. تمام، او ما يعادلها، ولازم يتدرب في احد المكاتب المحاسبة لمدة ما تقلش عن 3 سنين، ويكون طبعا متأمن عليه وبيدخل اختبارات وهكذا. احنا عندنا 4 مؤهل تأهيلا كافيا. الملخص بتاعها، يكون مؤهل تأهيل علمي اللي هو شهادة محاسبة بكالوريوس محاسبة من كليات، ومؤهل تأهيل عملي 3 سنين في مكتب محاسبة. تمام، عشان يكون مراجع. طيب، رقم 5، لديه استقلال كافي عن الإدارة. يعتبر استقلال يعني ايه؟ يعني مش متحيز لهم، يعني ما يعرف يعني ايه، ما فيش علاقة بتجمعهم هما الاثنين مع بعض، سواء بقى علاقات مادية او معنوية الى ذلك. يبقى احنا لدي استقلال كافي عن الإدارة، نكون عارفين ان المراجع مش يعني ما يكونش ليه علاقة بالشركاء او بالمساهمين او بالمديرين بتوع الشركة او بتوع الشركة. تمام؟ تمام. ملخص بتاعها، هي تتمتع باستقلال كافي وفقا للمعيار السالم، معايير المراجعة المتعارف عليها، هنلاقيها تحت خالص. تمام؟ تمام. الهدف بقى من عملية المراجعة رقم 6، ودي مهمة جدا يا جماعة، مهمة جدا، وتشرح فيها نقطتين. تمام؟ تمام. أول حاجة، الحصول، الهدف من عملية المراجعة هي إنك بتحصل على تأكيد معقول بشكل خلو بشأن خلو القوائم المالية من أي تحريف جوهري. يبقى الهدف الأول رقم ألف في صفحة 20، الهدف من عملية المراجعة الحصول على تأكيد معقول، والناس تحط تحت كلمة معقول ديت 1,000,000 خط، بشأن خلو القوائم المالية ككل من أي تحريف جوهري. يبقى الهدف من عملية المراجعة لو جالك بشكل اختياري الحصول على تأكيد معقول، والناس تركز على معقول، وهنقول معقول ليه. تمام؟ تمام. معقول بقى بالنسبة للمعقول، زمان طبعا المنشآت كانت صغيرة، يعني منشآت ممكن تكون فردية، شركات بتبيع مثلا مبيعات قليلة. طيب، مثلا كان بيجي لك 1,000 فاتورة في اليوم مثلا، يعني بافتراض انك او على مدار السنة، يعني 1,000 فاتورة على مدار السنة،
بتبدأ تراجع، يبقى بتبدأ تراجع فاتورة فاتورة، يبقى ده اسمه تأكيد مطلق أو مؤكد، مطلق أو مؤكد، تمام؟ طيب أنت دلوقتي العمالة اتطورت والدنيا بقت الشركات بقت بتبيع بمليارات دلوقتي، يبقى ممكن يجي لك في السنة مليون فاتورة. طيب هتعملها ازاي ديت؟ بتسحب عينة، بتسحب عينة من الفواتير. بتسحب عينة من الفواتير ازاي؟ يعني مثلا حضرتك مثلا لو رحت، ده المثال اللي اتقال، يعني لو شكيت انك عندك مثلا اي حاجة في الدم ورحت عملت اختبار تحليل مثلا، بيسحب من الدم، هل بيسحب الدم كله ولا بيسحب 2 سنتي او سنتي ونص مثلا من الدم وبيديك التقييم على اساس كده؟ تمام، نفس الكلام في الحتة ديت. التأكيد المعقول بيكون بسحب العينات. نركز بقى في الحتة ديت لانها مش موجودة يا جماعة. الحصول على تأكيد معقول، الحصول على تأكيد معقول يعني ايه؟ عن طريق سحب عينات من الفواتير. طبعا دي بترجع لخبرة المحاسب القانوني او مكتب المراجعة اللي بيقوم بعملية فحص الشركة، تكون مثلا مقدرة ب2 او 10%، من 2 ل 10% تقريبا يعني، باستخدام العينات. تمام كده خلصنا التأكيد المعقول، والناس تركز على التأكيد المعقول يا جماعة عن طريق سحب العينات، أما التأكيد المطلق بيكون فاتورة فاتورة. تمام تمام رقم ب، رقم ب إعداد التقارير عن القوائم المالية. نشد بس نظل الحتة ديت، ب إعداد التقارير عن القوائم المالية. المراجع بعد ما يفحص ويعمل كل الحاجات اللي احنا عارفينها في الاخر بيوصل لحاجة اسمها التقارير. تمام، عندنا 4 انواع لتقارير ريت الناس تكتبهم ورانا. اول حاجة تقرير ايجابي نظيف، تقرير متحفظ، رأي عكسي، الامتناع عن ابداء الرأي. نشوف بقى اول حاجة، تقرير ايجابي نظيف يعني كل حاجة مظبوطة والدنيا ماشية في الأمان، يبقى إيه؟ هيقدر يطلع تقرير إيجابي نظيف. تقرير متحفظ، التقرير المتحفظ يعني كل حاجة في المظبوط ما عدا مثلا عنصر المخزون عليه شك، فما يقدرش يطلع إيه؟ تقرير كامل زي التقرير الإيجابي النظيف، بس بيكون متحفظ على نقطة معينة مثلا ولتكن المخزون مثلا. تمام؟ تمام. الرأي العكسي السالب، رأي عكس سالب من اسمها واضحة. تمام، 4 الامتناع عن إبداء الرأي، يعني ولا يقول لك إن هي نظيفة ولا هي متحفظة ولا رأي عكسي سلبي، بس لازم يبدي الرأي اللي هو يذكر الأسباب، يعني ما يمتنع عن إبداء الرأي. شرط ناس تركز، شرط عند الامتناع عن إبداء الرأي هو ذكر الأسباب. تمام تمام كده احنا معانا في صفحة 20. الهدف من عملية المراجعة الحصول على تأكيد معقول. الناس تظلل على رقم ألف أول سطر بس، ورقم ب إعداد تقارير قوائم المالية، وطبعا قلنا أنواع التقارير اللي هي الحاجات المكتوبة تحت ب. تمام، هي مش مذكورة بالصيغة ديت، بس هي اتشرحت كده. تمام، وده الشرح الأمثل ليها يعني. تمام، نيجي بقى صفحة 21، الحاجة إلى المراجعة. الحاجة يعني ليه الشركات بتحتاج للمراجعة؟ هنضرب مثلا مثال بسيط عشان نفهم منه. أنا مثلا وحضرتك إحنا الاتنين شركاء. تمام، أنا داخل مثلا ب300 ألف وإنت داخل مثلا بالإدارة، أنا داخل بالتمويل وإنت داخل بإيه؟ بالإدارة مثلا والعمال إلى ذلك. انا مش مصدقك يا عم، مش مصدق ان الحاجات اللي انت مطلعها الارقام دي صحيحة، فبنبدأ احنا الاتنين نحتكم لشخص واحد القانون بيقول لك عليه اسمه المحاسب القانوني او المراجع الخارجي، يعني ملوش اي علاقة بالشركة او بالاشخاص او بالاطراف، فبيبدأ نتعاقد احنا الاتنين مثلا مع مكتب مراجع خارجي يبدأ يشوف لك الدنيا ماشية ازاي. تمام تمام، في العموم يعني هو مجلس الإدارة الملاك هو اللي بيبدأ يشوف الحتة دي. يبقى الحاجة للمراجعة، أول حاجة وجود تعارض في المصالح. تمام، رقم ب النتائج المترتبة على استخدام المعلومات، رقم ج تعدد وتضخامة حجم المنشآت وحجم الأعمال.
دال انعزال مستخدم القوائم المالية عن الشركة. تمام؟ تمام. في يعني نخطط بس عن النقاط اللي هي ألف ب ج د كده بس. تمام؟ تمام. 23 24 25 26 27 قراءة. تمام؟ تبدأ تقراهم كده لأن ما تكلم الدكتور ما تكلمش عنه. تمام؟ هنبدأ بقى ندخل على معايير المراجعة المتعارف عليها، ودي طبعا معانا يعني 26 طبعا ده مدخل، من أول 28 معانا لحد معانا من أول 28 لحد 38. طبعا المعايير يا جماعة معانا 10 معايير. تمام؟ معايير المراجعة هم 10 معايير. طبعا المعايير زي ما تلخصت في المحاضرة تماما هيت. طيب المعايير عندنا أول حاجة معايير عامة. معايير عامة، المعايير العامة. يا ريت الناس يا جماعة بعد إذنكم أرجوكم اشتركوا في الجروب، عشان مش كل شوية بقى هنزل فيه الجروبات المختلفة وفي ناس بتشارك لكم، كتر ألف خيرها، وبنشكر كل الناس اللي بتساهم في المشاركة عشان تساعد الجميع. تمام؟ يا ريت الناس تنضم في الجروب، طبعا الرابط هيكون أسفل الفيديو. المعايير العامة هنجيب بقى صفحة 28 مع بعض. معايير العامة، المعايير العامة أول حاجة من المعايير العامة، عموما المعايير العامة بتتعلق بالنواحي الشخصية للمراجع. هنجيب صفحة 28. تمام؟ وهنيجي عند كلمة المجموعة الأولى، مجموعة المعايير العامة، نخطط على كلمة النواحي الشخصية للمراجع. تمام؟ يعني صفات وتأهيلات وحبة حاجات تانية نبدأ نكشها مع بعض. تمام؟ أول حاجة تأهيل علمي وعملي، الناس تحفظهم. بص شكل مبسط العشر سطح أنا ملخصين لكم في 8 سطور تقريبا أو 10 سطور. يعني المعايير العامة أول حاجة تأهيل علمي وعملي، نعرف كده بدماغنا تأهيل علمي يعني إيه؟ بيكون حاصل على البكالوريوس شعبة محاسبة، عملي يتدرب في مكتب محاسبة 3 سنين بس كده. تمام؟ تمام كده يا جماعة؟ تمام. هنيجي على أول اللي هو تحت كلمة صفحة 29، المعيار الأول معيار التأهيل المهني الكافي، هنلاقي أول سطرين تحتيه هم دولت اللي احنا عايزينهم، والباقي حضراتنا عارفينه في من أول الفيديو. علمي قلناها شعبة محاسبة بكالوريوس تجارة، بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة. عملي يتدرب في مكتب محاسبة 3 سنين عشان يبدأ يكون مراجع. تمام؟ طيب ده بالنسبة ان هو ايه ده طيب عشان يكون مراجع 3 سنين بس، عشان يكون مراجع للشركات العادية اللي في البدايات يعني. طيب الشركات المساهمة والمؤسسات المالية عشان يكون مراجع لازم يكون اتدرب في المكتب المحاسبة او اشتغل في مكتب محاسبة ما تقلش لمدة عن 5 سنوات. تمام؟ وطبعا بيكون حاصل على زمالة جمعية المحاسبين المراجعين المصريين. بس عندنا اهم حاجة تأهيل علمي وعملي. اول حاجة العلمي شهادة بكالوريوس تجارة محاسبة، عملي يتدرب في مكتب محاسبة 3 سنين لو عايز يبقى مراجع بس يعني في البداية، يبدأ يراجع شركات مساهمة لازم يبقى 5 سنوات. تمام؟ تمام. اول حاجة استقلال، تاني حاجة بقى استقلال ذهني. استقلال ذهني يعني ايه؟ يعني ما يكونش متحيز. معيار الحياد والموضوعية اللي هو رقم 2 اللي هي في نص الصفحة، هو استقلال ذهني، هو معيار الحياد والموضوعية هما الاثنين واحد. تمام؟ يعني ايه مستقل؟ يعني هو يكون شخص مستقل استقلالا تاما هو والفريق بتاعه فيما يتعلق بالنواحي المراجعة. بالنسبة يعني يكون محايد، ولا مع الملاك ولا مع الطاقم الإداري.
او الناس اللي بتبدا تعد القوائم يعني، او الشركه. تمام. يبقى احنا معانا بس اول لا مستقل استقلالا تاما في جميع ما يتعلق بالمراجعه، اللي هو تاني سطر في اول نص سطر في تاني سطر. ده المعيار التاني. طيب المعيار الثالث هو معيار العناية المهنية الواجبة، أو بذل العناية الواجبة المهنية. يعني مثلا لو الدكتور نسى فوطة أو مقص مثلا فين في بطن المريض كده، هو لم يبذل العناية الواجبة للمهنة، يبقى هو كده ما بذلش العناية الواجبة. طيب المعيار بتاعنا احنا كمحاسبين ايه؟ معيار العناية المهنية اللازمة. يعني يبذل، هو بص نبدأ بقى، هو ايه في آخر أربع سطور. المعيار الثالث هو في آخر أربع سطور من صفحة 30. تمام. المعيار الثالث هو معيار العناية المهنية اللازمة، نبقى عارفين بس إنه يكون عنده بذل العناية الواجبة للمهنة. طيب من تحت خالص بقى هنلاقي إيه هو يعني إيه التطبيق المعيار يكون مش إزاي. أول حاجة يكون مؤهل تأهيلا مهنيا كافيا. تمام. ويعتبر التزام بمعيار المراجعة في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة. يعني نشوف بقى بذل العناية الواجبة بتساوي ايه؟ بتساوي الالتزام بمعيار المراجعة في تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة. يعني ايه تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة؟ دليلا على بذل العناية المهنية اللازمة. تمام. كما يتطلب بذل العناية المهنية الالتزام بالموضوعية في الوصول للنتائج والغرض. يبقى بمعنى صح بذل العناية الواجبة للمهنة يعني يطبق المعايير بتاعة التخطيط والتنفيذ بأكمل صورة. يعني يطلع شغله في أكمل صورة، ولو في حاجة ما عرفهاش مثلا في المراجعة يبدأ يلجأ إلى الأشخاص الآخرين. تمام. اللي هم عندهم القدر الكافي من إليه من المراجعة، يعني إيه كبار في المجال يعني. تمام. اتنين بقى، معيار العمل الميداني أو معايير العمل الميداني. أول حاجة عندنا معايير العمل الميداني ثلاثة، يبقى احنا كده معايير العمل مع بعض كده تأهيل علمي وعملي، اثنين استقلال ذهني، ثلاثة بذل عناية الواجبة للمهنة. ثلاثة كده ايه نكون عارفينهم أساسيين، لأن معايير المراجعة جماعة عندنا 10، ممكن يجي لك سؤال تتسأل فيه في الامتحان بدون شرح أو بشرح خفيف، يعني زي ما احنا بنبدأ نشرح كده مع بعض. معايير العمل الميداني، أول حاجة تخطيط عملية المراجعة، هنلاقيها في صفحة 31. المعيار الأول هو تخطيط عملية المراجعة. تخطيط عملية المراجعة إزاي؟ يعني أنا مثلا كمحاسب قانوني وحضراتكم معايا مثلا كأفراد تحت تدريب مثلا أو مراجعين معايا في المكتب. تمام. هبدأ أقول لحضرتك مثلا خد مثلا 2 من المتدربين وروح بيهم مثلا على قسم الخزنة، إن فلان وفلان مع فلان ويروحوا مثلا قسم العملاء، وهكذا نبدأ بقى إيه أخطط مين ومين وهعمل إيه وأظبط الشغل إزاي وأدل ده الورق المطلوب وأروح وأخلي ده يروح على الآلات والإهلاك وهكذا، وده يروح للمباني. بتبدأ تنظم عملية المراجعة واحدة واحدة. تمام. يبقى التخطيط والتنظيم بتاعة عملية المراجعة على صفحة 31. هنبدأ بس نظلل على معيار التخطيط، وطبعا بنكون فاهمين. تمام. تمام. المعيار الثاني هو معيار الرقابة والإشراف على المساعدين. طيب أنا خليت مثلا فلان وفلان مع الأستاذ كذا في التخطيط، هبدأ أراقب بقى إيه فلان وفلان بيعملوا المهمة بتاعتهم فعلا؟ هل هم فعلا بيعملوا عملية جرد فعلية للخزنة؟ هل هم فعلا بيروحوا المباني يعملوا عملية الإهلاك، يشوفوا الإهلاك، يشوفوا المعدات، يشوفوا العربيات حالتها إيه مع الفنيين طبعا المختصين؟ طبعا بيكون معاك فنيين مختصين أو مهندسين حسب بقى الدنيا ماشية إزاي. ده بالنسبة للرقابة والإشراف على المساعدين، بتتابع الأداء بتاع المساعدين، نكون متابعين مع بعض كده جماعة. طبعا هنلاقي كده المعيار الثاني معيار الرقابة والتوثيق، هنبدأ نظلل عليها بس وإحنا فاهمينها. يعني هنلاقي تحتها كده الرقابة والإشراف على المساعدين. تمام. تمام.
المعيار الثالث ندخل نقلب بقى كده، احنا مصفحة 33 شرحناها على طول مباشر. يعني المعيار الثالث هنلاقيه صفحة 36، تمام؟ هنلاقي المعيار الثالث في التلت الثاني من الصفحة، مكتوب المعيار الثالث معيار الأدلة صفحة 36. بيقول لك جمع أدلة كافية. يعني ايه المعيار الأدلة؟ هو بيقول لك جمع أدلة الإثبات الكافية. يعني ايه؟ هنلاقيها في أول سطرين تحت كلمة معيار الثالث اللي هو بتاع معيار الأدلة، هنلاقي النص بتاع المعيار في تحتين كده. بيقول لك يجب على المراجع الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة المناسبة للاعتماد عليها لتأييد رأيه في القوائم المالية وفقا للمتطلبات مهمة المراجعة التي يتعاقد على إنجازها. بمعنى صح جمع الأدلة الثابتة للإثبات الكافية، يعني بيجمع الأدلة اللي يقدر يثبت بها صحة التقرير بتاعه عشان لو اتسأل عنه بعد كده من قبل النيابة، من قبل بقى جهاز المركزي للمحاسبات، من قبل جمعية المحاسبين، يكون معاه في التقرير بتاعه اللي هو هيصدره ما يكفي للإثبات، أو بقى منظمة مصلحة الضرائب وهكذا، ما يكفي للإثبات. يعني معاه فواتير، معاه بقى إيه، لا كشف حساب القروض وفي البنوك، معاه كشوفات حساب البنوك وهكذا، تمام؟ كده خلصنا 6 معايير، تمام؟ فضل كده خلصنا كام؟ هم 4، التانيين دول 4، تمام؟ والأربعة نضيف لهم 1 دلوقتي. تمام، هنبدأ بقى ندخل على إعداد التقارير. مجموعة الثالثة هي معايير إعداد التقارير، هنلاقيها مع بعض في صفحة 37، تمام؟ هي في صفحة 37 و38، بس طبعاً إحنا معانا المختصر أهوت، هنبدأ نقول مع بعض على طول. تمام، إعداد التقارير، أول حاجة القوائم المالية أعدت طبقاً للمبادئ المتعارف عليها. يعني ايه؟ ونركز الحته بتاعه القوائم الماليه. يعني مثلا احنا قلنا قبل كده في الفيديو السابق، القوائم الماليه اعدت طبقا للمبادئ المتعارف عليها. يعني ايه؟ مثلا معيار الاستحقاق، وهكذا معيار مبدا مثلا الاستحقاق، مبدا النقد، حسب بقى المبادئ اللي انت شغال بيها. بس اهم حاجه عندي ان القوائم الماليه ككل أعدت طبقا للمبادئ المتعارف عليها، تمام؟ يعني مثلا ما لقيش مثلا المركز المالي استحقاق الدخل نقدي، طب كده العملية بايظة معانا. لازم القوائم المالية أعدت طبقا للمبادئ المتعارف عليها، مش أعدت طبقا بس، ده لازم الأربعة أربع قوائم يكونوا نفس المبدأ اللي أنا استندت عليه في إعداد القوائم، تمام؟ هنلاقيها برضو صفحة 37 السطر الرابع، هنلاقي كده يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم المالية معدة طبقا للمبادئ المتعارف عليها، تمام؟ تمام، لو أنت حضرتك عايز تعرف على المبادئ ممكن تشوف كتاب سنة أولى تجارة، سنة أولى محاسبة مالية كلية تجارة جامعة طنطا، هنا عشان نشوف برضو الفصل الأول، تمام؟ تمام. طيب رقم 2، ما هي الظروف التي أدت لعدم تطبيق المبادئ المتعارف عليها؟ تمام، لا برضو رقم 2، بيقول لك يجب أن يبين التقرير الظروف التي لم يتم فيها تطبيق المبادئ المتعارف عليها في الفترات المالية. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنت كنت النهاردة مثلاً أو في الربع الأول من السنة كنت شغال بطريقة الإهلاك للقسط الثابت، الربع الثاني من السنة اشتغلت بطريقة الإهلاك المتناقص. كده لازم تبين السبب أو الظروف اللي خلتك تعمل انتقال من القسط الثابت للقسط المتناقص. طيب دي مش ممكن تكونش واضحة لذهن حضراتكم. نظام الفايفو واللايفو، الوارد أولا صادر أخيرا والصادر أولا وارد أولا، والمتوسط المرجح اللي هي بتاعت تطبيق سياسة التسعير. سياسة ايه اللي خلاك النهاردة مثلا تطبق مثلا سياسة المتوسط المرجح؟ الربع الثالث مثلا ايه اللي خلاك تطبق فيه سياسة الفايفو؟ الربع الرابع ايه اللي خلاك تطبق فيه سياسة اللايفو؟
حسب يعني فيرست اوت فيرست اوت فيرست ان فيرست اوت فيرست اوت فيرست ان. تمام. رقم 3 ابداء راي عن القوائم كوحده واحده، وده اللي احنا قلناه في رقم 1، ابداء راي عن القوائم كوحده واحده، يعني تقول مثلا القوائم كلها على بعضها حلوه ولا وحشه يعني كده، يعني التقرير يكون حلوه ولا وحشه مثلا، حسب بقى نشوف بقى الكلام الصحيح في الفيديوهات القادمه. طيب يعني ما تقوليش مثلا قائمه الدخل بتبين مثلا ربح، الميزانيه بتبين خساره، طب ايه يعني ما فهمناش يعني حاجه كده، تقول لي رايك عن القوائم كوحده واحده، طبعا ما فيش الكلام ديت بس لازم يبين رايه عن القوائم كوحده واحده. 4 يعتبر الافصاح بالقوائم الماليه كافيا بشكل معقول، وده المثال اللي احنا تم شرحه وتم ذكره في فوق خالص اللي هو بتاع المليون فاتوره وال2% وعينه سحب الدم والحته ديت. بكده نكون انتهينا من شرح الحلقه الثانيه من ماده اصول المراجعه الفرقه الثالثه كليه التجاره جامعه طنطا، وانتظروا فيديوهات اقوى واقوى خلال الفترات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.